إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليلُه، وخيرتُه من خلقِه، وأمينُه على وحيِه، أرسلَه ربُّه رحمةً للعالمين، وحُجَّةً على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القِلَّة، وأغنى به بعد العيلة، ولمَّ به بعد الشتات. فصلوات الله وسلامُه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغرِّ الميامين، ما اتصلَت عينٌ بنظر، ووعَت أذنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إنما بعث الله تعالى أنبياءه إلى الناس معلمين لهم ومنذرين. ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يتبع كل السبل لإيصال العلم إلى الناس. ومن ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يحرص أن يعلمهم إتقانهم لصلاتهم، فربما قام يصلي بينهم، وربما صعد المنبر وصلى عليه الصلاة والسلام. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يكرر للناس دائما أن يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان ينبه الناس على أخطائهم في صلاتهم. ولذلك ربما تجد بعض الناس اليوم لقلة علمه أو عدم اهتمامه يقع في أخطاء في صلاته، بعضها ربما يكون مفسداً لصلاته، وأكثرها يكون منقصاً لأجره فيها. ولعلنا اليوم نقف على شيء من هذه الأخطاء التي تقع من بعض الناس في صلاتهم. من ذلك أن بعض الناس يجهر بالنية سواء عند الوضوء أو عند الصلاة، فإذا أراد أن يتوضأ، فإذا أراد أن يغسل يده اليمنى مثلاً، دعا فقال: اللهم إني أغسل يدي، أو دعا قبل ذلك قبل وضوئه، أو جعل هناك أدعية متعلقة بالأعضاء. فإذا غسل يده اليمنى قال: اللهم آتني كتابي باليمين، وإذا غسل رجله قال: اللهم لا تمشني بها إلى حرام، ويتابع على ذلك ويكثر منه. فهذا لم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينوي النية للوضوء بقلبه، ولم يكن يحدد أذكاراً معينة يقولها في أثناء غسله لأعضائه. لكنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول بعد نهاية الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقول: إن من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر أيضاً أن يقول المتوضئ بعد نهاية الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن من قالها جعلت وكتبت في رق، ثم جعل عليها طابع فلم تكسر إلى يوم القيامة. فالجهر بالنية قبل الوضوء، أو الجهر بالنية قبل الصلاة، نويت أن أصلي الظهر أو أن أصلي العصر، النية محلها القلب ولا يتكلم بها الإنسان. ومن الأخطاء عند بعض الناس عدم إسباغ الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر مرة مع أصحابه، ثم نزل بعضهم يتوضأ للصلاة، فكأنهم استعجلوا ثم أقبلوا ليصلوا، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع استعجالهم ربما بقيت بعض الجوانب من عضو الوضوء لم يصل إليها الماء، كطرف المرفق مثلا، أو العقب الذي خلف القدم وما شابه ذلك. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والعقب هو الذي يكون في خلف القدم، فربما غفل عن أن يغسله الإنسان بالماء. فينبغي أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء في أثناء صلاته، في أثناء وضوئه. وكذلك من الأخطاء عند بعض الناس أنه إذا قضى حاجته قبل أن يتوضأ لم يستنزه من البول جيدا، فربما أصاب بعض ثيابه شيء من بوله. وينبغي أن يربى الأطفال منذ صغرهم على أن يتنزهوا من البول، حتى إذا كبروا يكونوا قد تعودوا على ذلك. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير.
أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية قال كان لا يستتر من بوله. لكن لا ينبغي أيها المسلمون أن يصل المرء إلى الوسوسة في ذلك، فبعض الناس بشدة وسوسته ربما يفعل طرقا كما ذكر ابن القيم أن يعصر ذكره وأن ينتره وأن يفعل أمورا يوسوس حتى لا يخرج قطرة. نحن مأمورون إذا انقطع البول أن يغسل الإنسان موضعه ثم بعد ذلك يلبس ثيابه ويبتعد عن أن يقع في شيء من الوسوسة. ومن الأخطاء عند بعض الناس في الصلاة الصلاة في الثياب الضيقة، خاصة البنطال الضيق. وكم لاحظنا أن بعض الناس ربما صلى في بنطال ضيق، فإذا سجد أو ركع خرجت أحيانا عورته المغلظة في أثناء صلاته، وربما لا يكون يلبس قميصا طويلا يستر. فينبغي للإنسان إن كان يصلي بالبنطال أن يحرص على أن يكون واسعا أو أن يكون القميص طويلا بحيث أن لا ينكشف شيء من عورته في أثناء صلاته. وقد ذكر أهل العلم أنه إن انكشفت العورة وعلم بها هو ولم يسارع إلى سترها في الصلاة فإن صلاته باطلة، أما إن كان لم يعلم بها فإن صلاته صحيحة. لكن ينبغي أن ينبه الناس على مثل ذلك. ومن أخطاء الناس في الصلاة تشمير الثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت وأنا كف ثوبا أو شعرا، فتشمير الثياب كان يصلي وقد ثنى أكمام ثوبه أو أكمام قميصه، والأصل ألا يشمر من شيء من ذلك في صلاته. ومن أخطاء بعض الناس في الصلاة كشف العاتقين في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، بمعنى أنك لو أردت أن تصلي مثلا وأنت بإحرامك لحج أو عمرة فلبست الإزار فقط فسترت ما بين سرتك إلى ركبتك فقد سترت الأمر الواجب. لكن ينبغي من باب التزين للصلاة أن تستر عاتقيك أيضا، فلا يكشف العاتق الواحد ولا يكشف العاتقان أيضا. ومن ذلك صلاة بعض الناس في بعض الفنيلات التي تكون هناك خط لها يسير فوق الكتف فينكشف العاتق، وهو يصلي مثلا بسراويل طويلة أو بإزار وعليه هذه الفنيلة والعاتقان مكشوفان ويصلي. الصلاة صحيحة فقد ستر عورته لكنه خالف الأكمل فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. ولما رأى ابن عمر مولاه نافعا يصلي وقد كشف رأسه سأله قال لو أردت أن تخرج إلى السلطان هل تخرج هكذا؟ ما تلبس عمامة ولا تتزين، هل تخرج هكذا؟ قال لا، أشد على رأسي عمامتي وأتزين، أنا سأقابل السلطان. فقال فالله أحق أن تتزين له. وربنا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، مسجد كالمساجد هذا أو مسجد يعني موضع صلاة، فلا ينبغي أن يصلي وليس على عاتقه شيء. فإذا إذا ستر ما بين سرته إلى ركبته فليضع من شفة أو خرقة على عاتقيه حتى لا يخالف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخطاء بعض الناس في الصلاة أنه يقرأ الفاتحة أو يقرأ ما بعدها دون أن يحرك لسانه، فتجد أنه قد أغلق شفتيه ويقرأ، وهذا أيها المسلمون خطأ كبير. وإذا فعله في الفاتحة وهي ركن في الصلاة بطلت صلاته، فلا بد في أثناء القراءة أن يحرك لسانه. والله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالكلام لا بد أن يحرك به اللسان وأن يكون معه حرف وصوت. فكذلك أنت عندما تقرأ في صلاتك أو حتى عندما تقرأ في القرآن فلا بد أن تحرك لسانك بالفاتحة، لا ينبغي أن تجهر بها إلا في مواضع الجهر. لكن وأيضا إذا كنت مأموما ألا تشغل من بجانبك برفع صوتك، لكن كذلك لا تغلق فمك وتقرأ بقلبك، فالقراءة بالقلب ليست صحيحة في الصلاة، الأصل أن تكون القراءة باللسان في أثناء صلاتك. ومن أخطاء بعض الناس في الصلاة أنه لا يكاد أن يرفع يديه للتكبيرة الإحرام، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن يرفع المرء يديه إلى حذو منكبيه الكتفين أو إلى حذو الأذنين أو بينهما،
فبعض الناس لا يكاد أن يرفع ذلك، فهو لا يتجاوز بها، ربما أن يرفعها شبرا أو نصف شبر ثم يضعها على سرته أو على بطنه أو على صدره، فهو لا يحرك يديه. الأصل أن يرفعهما رفعا تاما في أثناء الصلاة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخطاء بعض الناس في الصلاة كثرة الالتفات فيها، إما الالتفات برأسه أو الالتفات بعينيه، ولا يزال الله مقبلا على أحدكم في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال: ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، هذه سرقة يسرقها الشيطان من صلاتكم. فلا ينبغي للمرء أن يلتفت برأسه، ولا ينبغي أيضا أن يلتفت بعينيه، فهو يقف أمام عظيم جل وعلا. اجعل عينك متبعة وناظرة فقط إلى موضع سجودك، وهي غاية الانكسار والذل بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يسرح المرء ببصره يمينا ويسارا، بل يجعل بصره مركزا على موضع سجوده. ومن أخطاء بعض الناس في الصلاة أنه إذا كان مسبوقا استعجل القيام ربما قبل أن يتم الإمام سلامه من الصلاة، فإذا كان قد فاتتك ركعة أو ركعتان مثلا، ثم الإمام في صلاة الظهر أو غيرها قال التسليمة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله، بعض الناس من شدة استعجاله يقوم مباشرة قبل أن يسلم الإمام من التسليمة الثانية، وهذا خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تنصرف قبل أن ينصرف الإمام، أن تنصرف عنه، أن تفارقه قبل أن يفارقك هو. أنت عندما تقوم إلى الآن ما انتهت صلتك بإمامك، لا تنقطع هذه الصلة بينك وبين الإمام، لأجل أن تقوم تتم عليك لا تنقطع إلا بسلامه التسليمة الثانية. فلا ينبغي أن تستعجل في ذلك، بل ينتظر حتى ينتهي الإمام من سلامه تماما ثم يقوم يتم ما عليه. ومن الأخطاء مع الإمام أيضا مسابقة الإمام، فما يكاد الإمام أحيانا يقول سمع الله لمن، إلا قام بعض الناس سريعا وسبقه، ما يكاد الإمام يقول الله أكبر لأجل السجود، ما يتم أكبر، حتى بعض الناس ربما سبقه إلى السجود ويسبقه ربما إلى القيام، وهذا لا يجوز. لا ينبغي أن يسبق المرء إمامه، الإمام قائد للمأمومين، والمأموم لا يتقدم على إمامه لا بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بسلام من الصلاة، بل يلتزم بأفعال إمامه. ولما سئل أنس عن سجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ثابت البناني عن أنس قال: كان إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ساجدا لا يثني أحدنا ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. لما يقول الله أكبر إذا استقر ساجدا بدأوا هم مرحلة السجود، ثنوا ظهورهم للسجود. أما ما يقع من بعض الناس اليوم من هذا الاستعجال فهذا بلا شك أيها المسلمون أنه خطأ. ومن الأخطاء عند بعض الناس عدم الطمأنينة في الصلاة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وجلس يحدث أصحابه، فدخل رجل وصلى صلاة سريعة جدا ينقر سجودها وركوعها، ثم أقبل يحضر الدرس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنت ما صليت تحية المسجد، ارجع وصلي. فرجع الرجل وصلى، ثم عاد فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ثم عاد قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أعلم غير هذا فعلمني، هذه صلاتي. فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وأمره أن يسجد، قال حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني لا تنقر صلاتك رقرا ولا تستعجل بها. ولو قارنتم والله أيها الناس بين من يستعجل في ركعتين وينقرها نقرا وبين من يصليها مطمئنا فيها لن تجدوا الفرق بين هذا وهذا إلا عدة ثواني، ربما لا تصل إلى نصف دقيقة. الاطمئنان في ركوعك، الاطمئنان في سجودك، الاطمئنان عندما ترفع من الركوع، لا بد أن يستقيم ظهرك إذا قلت سمع الله لمن حمده. بعض الناس لا يستقيم ظهره، يقوم من الركوع وهو منحني وعلى انحنائه يسجد، فقد ضيع ركنا وهو القيام من الركوع.
فلا بد أيها المسلمون أن نتعلم نحن ذلك وأن نعلمه أيضا إلى الآخرين. فإن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، إن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وهو يوصي الصلاة 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 تعظيما لقدرها وحرصا عليها حتى يطمئن المرء عندما يصليها أنه صلاها على السنة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يتبعون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه التنبيهات على الأخطاء في الصلاة ليس شرطا أن تكون أنت من يعملها، فربما بعض الإخوة يقول ما أنا لا أعمل هذه الأخطاء، أنا صلاتي على السنة. نعم، لكن العلم يبتغى لرفع الجهل عن النفس ورفع الجهل عن الآخرين أيضا، فأنت ينبغي إذا رأيت من يقع في هذه الأخطاء أن تنبهه عليها. من أخطاء الناس مثلا أن بعضهم لا يستقيم في ركوعه، إما ينحني انحناء زائدا، أو أنه لا يركع ركوعا تاما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع جعل ظهره مستويا حتى كأنما لو وضع عليه إناء لاستقر، هذا في أثناء صلاته عليه الصلاة والسلام. فاحرص على أن تستقر استقرارا تاما في ركوعك، لا يكون هناك انحناء ولا رفع تام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفرج أصابعه إذا ركع ويلقمها على ركبته كأنما يمسك ركبته، هكذا كان يركع عليه الصلاة والسلام في وضع أصابعه على ركبته. ومن أخطاء الناس المشهورة في الصلاة عدم وضع القدمين وضعا صحيحا في أثناء السجود، فإما أن يلقي القدمين إلقاء، والأصل أن تكون أمشاط الأصابع هي التي على الأرض، فهي من الأعضاء السبعة الواجب أن تسجد معك. فبعض الناس ربما ألقى القدم إلقاء على بطن القدم على ظهرها، أو ربما أحيانا رفع إحدى القدمين، أو ربما وضع إحدى القدمين على الأخرى. هذه كلها أيها المسلمون أخطاء في أثناء الصلاة، إذا رأيت من يفعل ذلك في سجوده فينبغي لك أن تنبهه على ذلك، أن تنبهه على كيفية أن يسجد. وكذلك من أخطائهم في السجود أن بعضهم يضم عضديه إلى جنبه، والأصل أن يفرج عضديه عن جنبه، أن يفرج العضد عن البطن وعن الجنب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي في ذلك سواء في صلاة الرجال أو كذلك في صلاة النساء، كلهم يستحب لهم أن يصلوا بمثل هذه الطريقة. ومن أخطاء الناس في الصلاة أيضا أن بعضهم إذا سلم من صلاته، سلم السلام الأول قال السلام عليكم ورحمة الله، قبل أن يلتفت إلى الجهة الأخرى بعض الناس ينظر أمامه ويهز رأسه ثم يلتفت إلى الجهة الثانية، وهذه الطريقة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يلتفت يمينا ويلتفت يسارا، لم يذكر بأنه كان يقف بينهما هازا لرأسه أو ناظرا أمامه أو نحو ذلك، إنما يسلم عن يمين وعن يسار فقط دون أن يزيد على ذلك شيئا. هذا أيها المسلمون شيء من التنبيهات على ما يقع من الناس في صلاتهم أو في وضوئهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا متبعين لا مبتدعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل أرض من أرضك، اللهم اجمع كلمتهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وسدد رميهم. اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين
وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة